امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح عدد من المشروعات التنموية في محافظة سوهاج. تفقد قرية أم دومة بمركز طما أحد قرى حياة كريمة في المحافظة، وافتتح سيادة الرئيس مستشفى سوهاج التعليمي، كمان زار جامعة سوهاج الجديدة. وخلال الافتتاحات قال سيادة الرئيس لعدد من الشباب إن أفكاركم وأحلامكم قد تكون هي السبب في تغيير وضع الدولة، ويجب أن نسعى وراء الحلم ونصدق إننا نقدر نحققه. الدولة هتدعمكم في كل هذه الأفكار. تعالوا دلوقتي نشوف جزء من كلمة سيادة الرئيس. أنا اللي بشكركم، وقبل ما تمشوا الدعم موجود، وأنا عايز أقول أنا قدامي 6 نماذج تقريبا. طب ال6 نماذج دول يعني أتكلم بالنظريات، يعني 50% ممكن يجيبوا نتيجة، ممكن 100% طبعا، لكن ما تفهمونيش غلط، أنا بقول كده مش ليكوا أنتوا، أنا بقول كده لينا إحنا. يعني نحلم ونجري على حلمنا ونصدق ون إيه؟ نصدق إن ممكن يحصل فيه نجاح. مش نقول إيه؟ طب ماشي، يعني تلوين صورة، يعني أنتوا واقفين قدامي كده وبتقولوا أنا لا. قبل ما تمشوا الدعم موجود، والأرقام اللي ما تتخيلوهاش موجودة. وبقول لكم كده يعني كل واحد هيحتاج ايه؟ مثلا 1 2 3 مليون عشان الكلام اللي بتقولوه يطلع ويبقى فعلا، مش بس ينجح كفكرة، لا، ينجح كمشروع. من اول كلام اللي قاله سمويل واللي دايما محمد والزملاء اللي اتكلموا كلهم، والزميلات طبعا او بناتي يعني او كده اللي اتكلموا كلهم، لا احنا جاهزين. وانتوا واقفين كده قدامي هقول مبدئيا كده اهو، الارقام اللي انتوا بتحلموا، لا مش بتحلموا، ما تحلموش، هتتوفر لهم مش من جيب الحكومه. طب ليه مش من جيب الحكومه؟ لان انا مرتب ترتيبات تانية. الحكومه يعني ما تزعلش يا دكتور مصطفى، الدكتور مصطفى والحكومة مطحونة جدا. الكلام اللي كان بيكلمه دلوقتي هو بيتكلم على محافظة واحدة، واتكلم اقسم الكلام نصين، نص اتعمل من غير حياة كريمة ونص بيتعمل بحياة كريمة، وقال الرقم كله تقريبا غير الحياة كريمة اللي اتصرف حتى الآن 7 تريليون. وأنا بقول لكل المصريين اللي بيسمعوني ولكم اللي موجودين معايا، ال7 تريليون ده رقم متواضع جدا قدام الحلم. قدام ايه؟ الحلم. انا جاي بالطريق وجاي بالطياره وبشوف الحاجه اللي المباني اللي تحت مني، ده لسه بدري قوي 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 قوي. انا بتكلم بجد، لسه بدري.